شوت. هكذا بدأت اللعبة الجورجية الأمريكية. على الأرض كان هنا الأبرياء هم الضحايا وأطلال مدينة. لن يتوقف الأمر عند الكارثة الإنسانية في أوسيتيا الجنوبية، فالخطط الأمريكية سوت الأرض هنا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في آسيا الوسطى والقوقاز. إذ يؤكد مندوب روسيا الداعم لدى حلف الناتو ديمتري روغوزين إن نيران الحرب هنا قد يتحسس الإيرانيون حرارتها. تحذير روسي من موطئ قدم يتعزز في جورجيا موقع أمثل لاستهداف طهران. يتحرك الإيرانيون دبلوماسيا على الخارطة. الهدف ليس وساطة لحل الأزمة القوقازية، بل لجس نبض جورجيا بشأن الأزمة بين طهران والولايات المتحدة على خلفية البرنامج النووي. القلق الإيراني واضح من تبليسي. إن القوقاز منطقة مهمة جدا، وإن أي أزمة تضرب هذه المنطقة لن تبقى في حدود هذه الرقعة، بل أنها ستشمل المناطق المجاورة لها. ومن تبليسي حيث يتصاعد نشاط واشنطن دبلوماسيا وعسكريا، يفهم الإيرانيون لغة تحذير وتهديد أمريكية جديدة. ربما من المهم أن نرى إيران وهي تشعر بأنها بحاجة إلى تعقب خطواتنا، لكن الصداقة التي تربطنا بجورجيا عميقة، وأساسها المبادئ المشتركة والمصالح الاستراتيجية المتبادلة، وسوف نتحرك قدما بهذه الروحية. يردد الأمريكيون الخشية من السلاح الإيراني وقبل كل شيء البرنامج النووي. ويتحرك الإيرانيون دبلوماسيا أيضا، فزيارة متكي إلى تبليسي تكشف عن مخاوف طهران من تجديد الكماشة الأمريكية عليها في ظل اقتراب الترسانة الأمريكية منها، والمتواجدة أصلا في منطقة الخليج العربي والعراق وتركيا وأفغانستان، فضلا عما كشفته الحرب الأخيرة من مصالح جورجية إسرائيلية مشتركة. لعبة أمريكية مزدوجة، شمالا عين على روسيا وجنوبا على إيران. المخاوف من مغامرة عسكرية جديدة يصبح فيها الشعب الجورجي رهينة لها، مثلما كان الأمر في المواجهة العسكرية الأخيرة. مفردات روسية في موازاة تعبئة أمريكية وجورجية تؤجج نيران الحرب في منطقة مليئة بالتوترات. سمير العادلي، روسيا اليوم.